مكملين مع النجمين الكابتن شريف الخشاب والكابتن مصطفى ابو الدهب. كابتن شريف، الاهلي امبارح فاز بثلاثيه على اوكلاند سيتي، هل لان الاهلي بيظهر بشكل او في تحسن في اداء النادي الاهلي في الفتره الاخيره سواء على المستوى المحلي او المستوى المونديال الانديه، ولا لان الاهلي واجه فريق اوكلاند سيتي اللي مستواه ضعيف مقارنه بما سيقابله او سيواجهه النادي الاهلي في الفتره اللي جايه؟ اتفق معاك ان اوكلاند سيتي فرقه دون اقل من المتوسط خلاص، انما انا هنا في الحاله دي ببص على اداء النادي الاهلي لان انت ممكن تلعب فرقه ضعيفه جدا وادائك يبقى مش كويس. انما هل اداء النادي الاهلي قدام فرقه ضعيفه كان مميز وكان بيطبق اللي هو عايزه ولا لا؟ اوكلاند سيتي ضعيفه فنيا من الناحيه الهجوميه، انما كانوا عاملين تكتل كويس. انما النادي الاهلي عمل حاجه كويسه جدا، اولا كان بيلعب الكوره من لمسه ولعبه، تحركات ممتازه، نقل الكوره وتدويرها بشكل كويس جدا، في تناغم وتجانس ما بين لعيبه نص الملعب ومحمد شريف قدام في التحركات وحسين الشحات، كمان الناحيه الثانيه اسمه احمد عبد القادر بيشتغل بالكره رغم انه كان مزودها شويه، انما بيشتغل بالكره بيخترق بشكل كويس جدا. فكل عناصر النادي الاهلي كانت في التوب فورم بتاعها كمجموعه وكافراد، لان انت ممكن تكون بتادي كويس انما في واحد مش موفق اثنين، انما كله بيادي بشكل كويس جدا والروح في القمه. نتج عنه ايه؟ سرعه الباص، الاجوان كلها جايه ايه؟ من لمسه ولعبه، لمسه ولعبه، الراجل بيتحرك في ظهر الراجل تتحط له جون. لما كهربا نزل وسند الكره عملها بكعبه للراجل جون، فجوان كمان مش اي جوان، لا جوان حلو. فعشان ما نبخس حق النادي الاهلي، الفرقه اللي كنت بتلعبها ضعيفه، انما انت اديت بشكل ايه؟ فوق الممتاز. وده الهدف. كمان التغييرات، اللي بينزل بيأدي. عشان كده هنا بتكلم المدرب يا عيني بيبقى على بص حاطط كفنه على ايده. وانا بعمل التغيير ومعروف ان اسلام من يعني اسلام صادق ده ينزل يكسر لي الدنيا. ونزلته طلع النهارده مش موفق. بقيت انا اللي عملت تغيير وحش. واخد بالك؟ ايوه. ان امبارح لا، كل التغييرات اللي بتنزل بتضيف. وبتبدع وبتأدي كمان افضل من كهربا بيرستاو بيرستاو نزل جاب جون، كهربا نزل عمل جون. اذا انت هنا كمدير فني في قمه التوفيق. ليه؟ تشكيلك صح، ادائك في الملعب صح، تغييراتك اللي نزلت كانت اضافه وعملت اداء فوق الممتاز، ومش كده بس، منهم اللي جاب جون ومنهم اللي عمل جون. وكان ممكن الرابع اتلغى، ضربه جزاء اتحسبت واتلغت. فانت عملت اداء بكل المقاييس بصرف النظر عن الفرقه اللي قدامك. حتى لو الفرقه اللي قدامك كانت كويسه بالاداء اللي انا شفته ده، كنت هتبقى انت الليدر وانت الافضل في المباراه. ليه؟ لان الاداء اللي انا شفته ده، اللمسه واللعبه، لو بتلعب على فرقه ممتازه برضه هتبقى انت افضل طالما بتأدي بالشكل ده. كابتن مصطفى، يعني بصرف النظر عن اداء اوكلاند او مستواه النادي الاهلي، بقاله فتره بيعيش، مش عايز اقول انتعاشه، لا، نفسيه عاليه جدا. اللعيبه توجتها طبعا بالمكسب الكبير على نادي الزمالك، ففرق معاهم كتير جدا. راحوا كاس عالم وهم مهيئين قوي قوي قوي. فوز على الزمالك، فوز على الزمالك، فوز على سموحه. يعني عايز اقول لا، النادي الاهلي فعلا رايح معنوياته عاليه قوي. اللعيبه كلها مش اللعيبه قاسين وحتى، لا، ده انت عندك مجموعه كبيره جدا مستوى كويس جدا. الناس اللي لعبت حتى في ماتش الزمالك زي مروان عطيه وخالد عبد الفتاح، يعني دول مش موجودين، ومع ذلك لما بينزلوا بيأدوا بشكل رائع جدا. كهربا لما نزل أدى بشكل كويس، بيرستاو كمان اللي انا بصراحه مش شايفه انه كويس قوي، ومع ذلك نزل لا وجاب جون وتحرك كويس ولا انا عايز اقول الفرقه فيه معنويات عاليه قوي. الراجل اسلام لعب بطريقه كويسه قوي، لعب 4-3-3، نص الملعب ادى الوظيفه بتاعته مهمه جدا، سواء السوليه وحمدي وديانج، اكتر ناس عملوا توازن بين الدفاع والهجوم بشكل رائع بصراحه. ففرق مع النادي الاهلي كتير جدا، دفاع وهجومي. يعني انا شفت حمدي بيتقدم بيبقى كانه راس حربه،
شفت السوليه نفس الكلام، شفت دنج بيزيد ولاقيهم في نفس الوقت في ال 18 حمدي بيرجع يطلع كوره من لا روحهم عاليه جدا في الماتش، شكلهم كويس قوي. ايا كان بقى الفرقه كانت كويسه ولا كانت وحشه، كان النادي الاهلي بيأدي بشكل اللي هو ادى بيه ده. شفنا حسين شحات، انا مش عايز اقول لك بقى لي فتره كبيره جدا ما شفتش حسين شحات بقى كويس كده، يعني بقى حتى بساطه تمريراته تحركاته تغييره اماكن بيشوط منين بيجيب جون، يعني عايز اقول لا تحركاته بقى كويسه. اللي فارق الوقت مع النادي الاهلي بس تسرع محمد شريف. محمد شريف عايز بس يبقى واخد بالك يا شريف يستدي سنه، يعني لو 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 هدي الكره الاولانيه اللي عملها له معلول اللعبها بسرعه، ده لو لو وقفها بس لو حاول يوقفها بس. انا مصطفى انا عايز بس خد بالك شريف في قمه يهدى توهجه، لان هو ماتش الزمالك مش عايز اقول لك من افضل باور جامد افضل فروت في مصر فتره كبيره جدا يعني شريف، ولكن هو مر بظروف من اول بظروف اللي ما لعبش في منتخب مصر كاس العالم لو نزله وطلعه تاني كروش. دي تعبت شريف جدا وفرقت معاه كبير جدا، هو ابتدى يلم تاني نفسه وابتدى يرجع بشكل كويس. فانا عايز اقول لا، واحمد عبد القادر، احمد قادر لعب كويس قوي مهاري كويس قوي، ولكن فعلا بيزودها كتير شويه. وامبارح انا شايف زمايله فعلا يعني تقل على واحده في يعني 18 يا جماعه، طلع مطلع الراجل اللي بره خالص. لا 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 يعني عايز اقول لا هو طمع سنه يعني انا على فكره هي مطلوبه هي مطلوبه لازم جوه ما هو ده جوه الصندوق عشان بينا جمال جوده. جمال جوده لما كان جوه 18 ما اداش لابوه جوه 18 استحاله يا شريف. جمال جوده هو ده هو هو ده الفيرود ان يبقى طماع كده لازم يبقى كده. بس انا عايز اقول لا، انا بشوف ان في لعيب افضل مني فاحطها له لسه برضو مع الخبره هيزيد. لا النادي الاهلي يستحق المكسب، مكسب كويس قوي، معنوياته هايله. اتمنى انه يكسب الماتش الجاي وان شاء الله. انا عايز افكركم بس بحاجه يعني. الفرقه الضعيفه اللي احنا بنتكلم عليها ديت لحد الدقيقه 44 والنتيجه 0-0 لحد النهايه. ايوه مش مش اذا العمليه مش سهله يعني. الاهلي بيأدي كويس بس هم منظمين جدا على فكره، هم ضعاف هجوميا انما كانوا زي اللي فتح الماتش ايه الشوطه بتاع شحات. لما جه الجون بحبوا يفتحوا لعبهم عشان يعوضوا، فلما فتح بقت العمليه سهله اكتر للنادي الاهلي. بالظبط بالظبط.